عارف يا بكير، العيل لازم يتشكم من هو في اللفه. انت بقى كان لازم تعمل في بيتك كده. رايحه بيت جوزها وما بتعرفش تسلق البيت كير. لا لا لا، مفيش حاجه، لا مؤاخذه يا ست عواطف، طبيت عليك بالنهار كده من غير ولا احم ولا دستور. تحب اعمل لك حاجه؟ لا يا اخويا تسلم لي. ايه ده، يعني كل اللي قلته لك ده كله والحكاوي دي ما سمعتش منها حاجه؟ في ايه يا كير؟ ما تفوق بصراحه، اصلاني بشيت، وبالذات كل ما افتكر الايام اللي عماله تجري زي البرق دي، وفي جريه هتاخد قمقططه مننا وتخلص مدتها وتمشي. ايوه الست دي دخلت علينا يا اخويا، انا خفت منها بيني وبينك. والله انما طلعت احن من الكل. دي قمقططه، دي بالته، دي كفايه اللي عملته معايا ومعاك ومع الكل. ده كان قدمها علينا زي الفل وزي العسل علينا كلنا، قدم الخير. واخدت مننا اي حسره ولا اي حاجه؟ محدش فينا نفعها ببصله. ايوه، وتعرفي اللي عملته معايا ومعاك ده كوم، والجميل اللي عملته مع عباس باشا كوم تاني. تعرفي، ولا مؤاخذه يعني في الكلمه يعني، ولو فيها اساءه ادب مني، عباس باشا قليل عليه لو وط على ايدها بس على اللي عملته مع لميس هان. لا، ما هتلاقيه برضه مظبطها في قرشين ولا في مصلحه كبيره يعني. صلى على النبي، في قلبك ولا في قرشين ولا مصلحه ولا اي يوتا حاجه باللي انت بتقوليها دي؟ ما الاتفاق كان قدام انا بنفسي، كنت قاعد في الاتفاق. ايه؟ اتفاق؟ اتفاق ايه؟ بس أم عبد الله ما تجيبيش سيرة للمخروق ولا حتى لعبد الله ذاته. إلهي أعدمك لو جبت سيرة لجنس مخروق. عباس باشا اتفق مع قطاطة إن هي تيجي كل يوم الفيلا بالليل عشان تحكي حواديت للست لميس. هي أوامر الدكاترة كده، شافوا إن حواديت قطاطة هتنفع في حالة ست لميس وتعجل بشفاها إن شاء الله. وهو في المقابل يعني هيجري في إجراءات براءتها. وفاتت الايام، هي عيني الصبح تتداول في السجن، وبالليل تيجي من بالليل لحد الفجر تحكي حواديت، والباشا مع الايام نسي وعده ليه. وهي يا عيني عليه كانت ايه، مره يتيمه غلطت وقالت له الحقني انجدني من المسجونات واللي بيعملوا فيا مبهدلني في اللومان، بهدلها وهزقها وايه، وكانت ليطه. وهي ما بتشوفهاش وهي قاعده معايا في العربيه وش الفجر لما بنروح السجن، بتبقى ايه، نايمه زي القتيله يا ولدان. يجعل سره في اضعف خلقه. يعني قطاطه الغلبانه دي صاحبه فضل على عباس بيه بهيلمانه ده كله؟ عليه وعلى عيلته، امال ايه، ومش اي حد من عيلي. لا ده خلاصه الخلاصه. طبعا، ما هو برضه اغلى الوالد ولد الوالد يا بكير. شفتي، صدقتني بقى ان هو مش قليل عليه لما يوطي على ايد ام قطاطه ويبوسها. كلنا والنبي اسكت، كلنا نبوس ايديها.